باسم ثالوث الأقدس إله واحد آمين. أنا توكوت أندرو مغرر بتاع لجنة الإعلام بمناسبة بتاع تكريم رئيس الجمهورية فريق أول سلفتين مياردت من قبل جلالة الرئيس بوم داكوديت. يمكن البرنامج تم الليلة وبرنامج كان جميل من وجه نظرين، برنامج جميل لأنه جماهير الشعب بتاع جنوب السودان جو بمختلف قبائلهم، لكن الناس اللي كانوا مستهدفين كانوا تلو طبعا، لانه جلالة الرئيس هو الامل ندى انه الناس يجوا على اساس انه يشكروا الرئيس. ويمكن جبال في الخطاب بتاعه في حاجات كثير كويسه، حاجات يمكن بتصب في خانه السلام، انه عمليه بناء السلام ده حاجه ما بنتهي بين الليله وضحاها، لكن بياخذ معنا زمن طويل. فبدايه يمكن ده بدايه رد جميل اللي عمل يمكن جبال جلالة الرئيس ذكره في الخطاب بتاعه، وفي نفس الوقت كان يوم ممتع، يوم مليء بفعاليات كلها صبة في اتجاه بتاع السلام. من ضمن الحاجات الكويسه اللي يمكن ناس كثير يعرفوا انفسهم انه كانوا ما يتلاقوا زمن طويل، برضو في ناس كانوا منتظرين، لما كان الناس بيتكلموا انه في تكريم وفي حاجه اسمه تشانج بوج، وتشانج بوج الليله تم في ميدان او في دري الدكتور جون جرينج دي موبيور، وطلعوا كله في جوبا جو الى الناس اللي كانوا عيانين يوم الناس المرضى مثلا اول كانوا مسافرين، لكن انا متاكد اي زول موجود في جوبا جاء ما جو علشان حاجه ثانيه، لكن جو عشان تلبيه للدعوه، دعوه جلاله الرس، والرس طبعا هو غايه بتاعت مجتمع تشولو في اي محل، فاي وجود او اي نشول منتمي لمملكه تشولو. دي يوم الليله كان يوم يوم بتاع التكريم، والحمد لله تمت كل اللجان اشتغلت، كل لجنه اشتغل فوق بتاعه. يس ما في حاجه بكون مكتمل، لكن انا متاكد انه نسبه نجاح حقق يعني فوق المتوقع، لانه الناس بدات برغم انه كان في شويه شمس، لكن نتيجه لان الناس فرحانين ده حاجه قدر تنتهي. فتعايا بتاعي للناس البعيدين، الناس اللي ممكن يكونوا كانوا متابعين، انه التكريم تم، التكريم تم، ويمكن الابعاد كله انا متاكد مع الزمن هتتم، يعني بعض الاجتماعي انه الليله الناس يتلاقوا كل الامديات وروا حاجات اللي عندهم، وروا ازاي حقهم الموجود عندهم بشكل التقسيمات الموجوده، انه في امديه في مملكه تشولو في 16 امديه كمان هنا بنعرف، تبدا من توم وبنتهي في وداكونا. كل وليله جو الناس جو بازياء بتاعهم، وروا حاجه البسيط، وروا للشعب بتاع جنوب السودان انه تشولو موجود، وتشولو ناس السلام، ودائما بدعوا للسلام، واي انسان بدعوا للسلام، لانه من خلال السلام في حاجات كثير ممكن يتحقق، من خلال السلام بيكون في تنميه، من خلال السلام بيكون في مدارس، من خلال السلام بيكون في ازدهار للمجتمع. يعني ما صعب بجد، ما بنخسر حاجه لو عشنا في سلام مع بعض، ما بنخسر حاجه لو نحن قبلنا بعض كشعب بتاع جنوب السودان كتشولو برانا وكناس كبشر موجودين ربنا خلقنا، ما غلط انه يخلقوك وتكون او تكون مولود ومنتمي لقبيله معين، ما في اختيار، دي حاجه فطري انت لقيت نفسك فوقه، لكن ما يكون سبب انه تكهبوا اخوك الثاني. فعشان كده من خلال الكاميرا بتاعت جابون انا بدعو كل الناس انه في ضروره ان كل مره نحن واحد يذكر مرتين او ثلاث مرات ليه مثلا انا ليه مخلوق في دوله اسمها جنوب السودان؟ ليه انا ولدوني؟ ولو ولدوني ما خيروني انه كنت انتمي لاتو اسنين. انت لقيت نفسك في اسنين، لكن ما تكره اخوك الثاني، لازم يكون في مبدا بتاع قبول الاخر، وبرضه لو غلطت لاخوك حاول انه اعتذر له عشان نقدر نعرف، لانه لما نتكلم عن المصالح اللي بتكون بين الناس، مصالح طوال بيسبقوا الاعتراف. لما نقول اعترف بخطا اي اخوه تاني بيسامحك، ولما سامحك كده بكون تمت المصالحه. انا بجيب هنا وببلغ تحياتي بتاعي لان كل زول تابع النشاط اللي تم الليله، ونتمنى خير في كل الاحوال، وبلدنا تنعم بسلام ان شاء الله. في المقدمه انا حسلم عليكم، انا اسمي كيمو توماس سيفيريو، انا بشرفني ان اكون كنت جزء من اللجنه اللي شاركت في يوم تكريم اللي هو يوم الليله يوم تكريم السيد الرئيس سلفا كيرا مايارديت من قبل جلالة الملك ذات كون داك فديت. وبجد هو يوم جميل، ونحن كلجان المنظمة ولجنة الخدمات ومعنا لجنة الإعلام وكل اللجان صوت الشكر موصول لهم، وبجد احنا ما الناس دي ما قصرت، الناس دي وقفت واشتغلت لحد ما احنا وصلنا في نهاية يوم الليلة، والشكر في المقام الأول موصول لساعة الفريق سلفا كيرا مايارديت لأنه لبى دعوة السلام في يوم الليلة. وكمان إحنا ما ننسى نشكر جلالة الملك كونغ داك فديت، وكمان إحنا نشكر كل المواطنين من كل
القبائل المختلفة وكل الطوائف بكل التراثات المختلفة، إنهم هم جلوا لقدروا يلبوا النداء وجوا شاركونا في يوم الليلة. اليوم كان ظريف متنوع بالثقافات المختلفة المتنوعة، وما عندي كثير أنا عايز أقوله، بس بتمنى دائما سلام شامل، وزي ما الناس كانت مبسوطة في يوم الليلة والناس رسمت لوحة فنية لوحة تراثية جميلة، أنا بحب الناس كلها بتمنى إنه الناس كلها تكون بالشكلية بتاعت يوم الليلة، والناس تكون في وئام وسلام دائم بإذن الله. وشكرا. أنا اسمي باولينو أكاين، عضو اللجنة الفرعية في الإعلام بمناسبة تكريم رئيس الجمهورية من قبل كينغ تاع شلوك راس كونغ داك بديت، واليوم ده بيصادف يوم 25 شهر 2 2023. بالنسبة لنا ده يوم تاريخي، يوم عظيم، يوم عبرنا عن كمية شكر الجوانا والفرح، يوم كنا بنبحث عن السلام وعن المحبة والتعايش السلمي بين قبائل جنوب السودان. جاء تكريم رئيس الجمهورية من قبل المك كرسالة تتعايش و تعاقلم بين قبائل جنوب السودان. ما أول مرة إنه مكتا شلوك يكرم رأس الجمهورية، حصل في عهد مك أيام لما كرم نميري، ومن قبله ملوك كثر قدموا صوت الشكر، وعندنا كمان في قبيلة شكر قبيلة شولو الشكر من ثقافة من ثقافاتنا. نحن بنكرم الضيف و بين طلعوا اعتبار، وإذا أي زول عمل واجب بنقوم بالواجب المناسب للحاجة البسيطة نينا قدرنا نعمله كمجتمع تعيشولو. من جانب كمان نينا كنا برسنا نوع من ثقافة بتاعنا ودينا لجنوب السودان والعالم كله، ومثل في الألوان شفناه في الميدان اللي هو 16 عمدية عمديات شولو كل شاركوا، وشولو في مدينة جوبا شارك بنسبة كبيرة ما يراك 90%، وده مؤشر كبير إنه شولو في سكة سلام في سكة محبة، هم ناس سلام ودارين سلام وبيعملوا من أجل السلام. أنا كمان بناشد بعض قبائل جنوب السودان إنه يحظوا نفس حظة قبيلة شولو وحظة مكتا شلوك، وفي حضور والشهادة من ملوك تانيوك وزاندي إنه كمان يقوم بالواجب. زور الشايف إنه بيستحق الشكر والتكريم، يعمل له تكريم بنفس الشكل اللي نحن شفناه. نينا برا تكريم لما ما قصدين إنه هنلقى حاجة بوراو ولا يكون لنا مواعيد، ولا ده تكريم غير مشروط. هنا قدمنا صوت الشكر، لأن الشكر من أسماء الله، من لا يشكر الله لا يشكر الناس، عشان كده قلنا لازم نقدم صوت الشكر. وقبل شفناه من خلال الخطابات الرئيس ومك ومكتا زاندي العمير، هم يتكلموا عن السلام وانه الجنوبي لازم يكونوا ناس واحد وناس تجي في صف السلام وناس توقف الحرب. دي رسالتنا، رسالة السلام والمحبة، هنا نمشي بو لقدام. وأنا مبسوط بيوم الليلة لأنه يوم كبير بالنسبة لي، لأول مرة أجي أحضر في يوم قرن مزيليوم في نفس شهر واحد اللي درت حدث الأكبر تكريم تاع رئيس الجمهورية، ولأول مرة في حياتي ألقى ثلاثة ملوك في ميدان واحد ويتكلموا وأسمع كلامهم بحضور الرئيس، وده شرف بالنسبة لي وفخر عظيم وده ما بينساه في حياتي. وحاجة كبير، ونتمنى إنه يوم ده يتخلد كيوم تاريخي بالنسبة لقبيلة شولو، يسموه يوم السلام في يوم كل يوم 25 شهر 2، ناس تجي في ميدان وتلعب وتذكر وتنسى همومها، وناس تمرق من الاستريس الناس عايشين فيه، وده كلام بسيط أنا داير أقوله. وشكرا.